أهلا وسهلا أستاذ. مرحبا. اللي كيف بقدر ساعدك؟ بتوقع أنك بتقدري. عفوا شو اسمك؟ هيفا. المهم أنا جاي مشان شوف آسيا خانم، بس خايف كون مخربط. لا لا أنت بالمحل الصح. طيب أنا بقدر شوفها هلأ؟ لا تواخذني، بس أنت مختلف عن رفقات اللي عند آسيا خانم. بعرف هذا شي منيح. آسيا خانم في ضيف جاي لعندك. ليش ما فوتتيه لعندي؟ تفضل فرحات بيك. شكرا لك كثير. تكرم. بصراحة هالمرة أنت أدهشتني عن جد. الظاهر نسياني شو كنت أقول. مو كنت أقول لك لما تكوني معي توقعي كل شيء ولا لا تتفاجئي. طلعت مو نسياني ما هيك؟ هالمرة أنت اللي أدهشتيني. أكيد هاي أول مرة. بصراحة أنا فكرت أنك مسافر من هداك اليوم. قررت أني أبقى شوي كمان. حاسس أنه في شغلات مشتقلة كتير. عن جد عم تحكي؟ مصطفى بيلبق له كتير يكون أب، وبنتك حلوة كتير. أنا بحب الأولاد، بس هي في عندها شي، القلب. المهم شو أخبارك أنت؟ شايف إنه حققتي اللي بدك إياه؟ بس شو؟ ما بعرف، بس حاسس إنك مكتئبة. ومن وين طلع هالإحساس؟ مو قلت لك مجرد إحساس. واضحة الحيرة الموجودة بعيونك. أنت متغير عن آسيا اللي بعرفها أنا. مر وقت طويل يا فرحاز، أكيد بكون كبرت. العمر كمان إله حق علينا. بس أنت أحلى من أول بكتير. أنا ما كان قصدي الشكل، قصدي الروح يلي كانت عندك. أنت عم تعيشي حياة ما بتحبيها بنوب. أنت عم تعملي شي المزبوط وبس. إمتى كانت آخر مرة حلمتي فيها؟ طيب من إمتى ما طلعتي على السماء؟